ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم ندى من قناة ندى بيوتي. النهاردة هكلمكم عن الحفاضة دي اللي هي اسمها بيبي جوي. طبعا كل الماميز الجديدة بتبقى عايزة تعرف انهي احسن نوع حفاضة اللي تستخدمه على طول وكده، وبتفضل تجرب انواع كتير قوي زي ما انا عملت. يعني انا هكلمكم عن تجربتي مع بيبي جوي. انا جربت بقى قبلها بامبرز ومولفيكس وفاين بيبي وسيلفي وكتير، يعني حفاضات كتير قوي، وهالو بيبي برضو. لغاية بقى ما جربت النوع ده، الصراحة يعني ما كنتش متوقعة منه ان هو يعني يطلع بالحلاوة دي. فانا هقول لكم النهاردة تجربتي معاه كلها. طبعا قبل اي حاجة اعملي لايك للفيديو واشتركي كمان في القناة، وشوفي باقي الفيديوهات اللي هي بتكلم فيها عن الحاجات اللي تخص البيبيهات وكده. انا عاملة ليها بلاي ليست لوحدها. بصوا كده هوريكم شكل الباكج بتاعها. زي ما انتوا شايفين هي بتبقى 60 قطعة. السايز اللي انا جايباه سايز 2، دي اللي هي من 3.5 كيلو لحد 7 كيلو بتلبس، ماشي. ومكتوب عليها هي اللي هي حشوة توزيع مضغوطة. هي فعلا اللي هي يعني فاهمين في، يعني مثلا لو كنت جربته فاين بيبي هتلاقوها ايه، تخينة شوية. على فكرة فاين بيبي من الحفاضات بجد اللي تحفة، انا يعني بحبها جدا. بس هتلاقوا الحفاضه اللي هي ايه سمكها تخين شويه، القطن بتاعها كتير. دي لا، دي عامله زي بامبرز لو جربتوه، إيه خفيفه كده. فده هي اللي يعني بتخليها ما تكلكعش، اللي هي طالما الخفيفه ما بتخليها ما بتكلكعش، وكمان مش بتبان في اللبس. يعني بيبقى ابنك لابس مش باينه ان هو ايه، يعني الحفاضه كبيره وكده. وبتقعد فعلا من طول الليل بيفضل لابسها لحد ما يصحى تاني يوم، يعني ما بتسربش بنسبة مثلا 70%، 75 كده. يعني لو لبسها كتير صراحة طبعا لازم تسرب. هي المفروض اصلا يعني اي حفاضة بتقعد 4 ساعات وبعد كده بتتغير، او قبلها كمان على حسب يعني هو يعني عمل ولا لأ. المهم دي اللي هو دي اصدار اللي هي ياباني بتكنولوجية اليابان، ماشي. السعر بتاعها هي ب120، 100 وحاجة. والصراحة يعني بابا احمد هو اللي جايبها لنا، فمش هو اللي جايبها يعني. فبجد يعني هي صراحة حلوة جدا. المهم هوريكم بقى من ظهرها، وهفتحها لكم برضه، هوريها لكم من جوه. هو انا مجرباها يعني كذا مرة قبل كده، مش اول مرة اجيبها، بس اللي هي العبوات الصغيرة منها هوريها لكم بقى من ظهرها. بصوا مكتوب عليها مش هتحتاجي غير حفاضة واحدة من بيبي جوي في الليلة لنوم مريح لطفلك. وتكنولوجيا اليابان زي ما انا قلت لكم، هي فعلا والله بتفضل طول الليل لابسها. لو شربت بتسرب حاجة بسيطة يعني، مش قوي. مع ان ابني يعني اي حفاضة بيلبسها او اي بامبرز بيلبسه لازم بيسرب معي، يعني انا عمالة لسه بجرب. فالصراحه النوع ده لقيته حلو جدا جدا، وشبه قوي بامبرز في سمك البامبرز نفسه وكده. بس طبعا بامبرز اغلى بكتير. شايفين كده مكتوب عليها ان هي ليها استريتش خلفي محكم، فعلا بتمط كده. هفتحها لكم واوريكم. فالاستريتش ده بيمنع التسريب. بصوا هي يعني ما سربت معايا، سربت من قدام بس، من اللي هو من الظهر لا ما سربتش صراحه. فدي برضو ميزه يعني، هو من قدام صراحه مش يعني يعتبر مش بيسرب. هو مشكله التسريب نفسها لو انتوا فاهمين، يعني اللي هو الستول نفسه دي بتبقى فعلا مشكله، ويضطر يغير هدومه كلها وكده. وشايفين ملمس قطني ناعم لطيفه على بشره طفلك، فعلا والله ملمسها كده ناعم جدا، غير خالص هالو بيبي وسيلفي. دول ملمسهم الصراحه ما عجبنيش، يمكن في سايز الصغير. يعني في السايز الكبير بيقولوا سيلفي حلوه جدا وسعرها جميل، يعني انا ممكن اغير له اما يكبر شويه اجيب له سيلفي. بس اما يكبر يعني شويه عشان خاطر انا شفت البامبرز نفسه حلو جدا، وقطن وبرده فيها مطه كده من اللي عند الويست وكده، حلوه جدا وما بتسربش. يعني كذا حد قال لي انها حلوة قوي المقاسات الكبيرة اللي هو 4 و5. وكمان فيها حشوة توزيع مضغوطة زي ما انا قلت لكم، تحسوا البامبرز مضغوط كده. تمتص وبتوزع السائل بالتساوي، وبتمتص حتى 12 ساعة. وكمان مش بتكلكع، فدي ميزة بجد حلوة قوي، بتبقى رفيعة ومريحة.
حتى بعد الاستخدام. الصراحة فعلا يعني كل الحاجات اللي هم كاتبينها عليها يعني ما تحكوش علينا ولا حاجة. فخليني بقى افتح البامبرز معاكم واوريكم شكلها ايه من جوه. بصوا هم كاتبين كده افتحي من هنا، فهي شكلها اللي هي تتشد لفوق، فانا هفتحها واوريكم. اهو فتحتها، بس هي محتاجة قوة شوية. بصوا كده هوريكم بقى واحد، هقول لكم بقى اللي انا يعني عمالة اتكلم فيه. بصوا كده شكلها، ده شكلها من جوه، خفيفة قوي قوي مش تقيلة خالص. وبصوا بقى هي دي الميزة اللي فيها، اللي هي الاستيك ده. بصوا من ظهر كده شايفين المطة، هو ده اللي انا بتكلم فيه. فالصراحة الميزة دي بتبقى حلوة جدا في اي بامبرز يعني، وقليلة يعني مش موجودة غير في البراندات الكويسة. شايفين المطة دي حلوة جدا. واهو بقى من جوه شايفين خفيف ازاي اهي. بصوا سمكه قليل جدا جدا، ودي حاجة حلوة طبعا مش وحشة. زي ما قلت لكم ما بيبانش في اللبس اللي هو لابسه وكده، حلوة جدا اهو شكلها. والاستيك بتاعها حلو الصراحة، وبعمله يعني كذا مرة ما بيتفكش على طول، ممكن 3 4 مرات مثلا. لو عايزة تفتحيه وتقفليه تفتحيه وتقفليه، لا بصراحة الاستيك بيتحمل. وكمان الجوانب دي الصراحة والله حلوة جدا، ما بتسربش يعني بجد ما بتسربش الستول بالذات. فصراحة يعني بجد بامبرز يستاهل التجربة، جربيه. وطبعا يعني مقولتي الشهيرة ان اي بامبرز ما بي يعني مش لازم اللي ينفع معايا ينفع معاكي، لازم تجربي كتير. يعني شفت انا قلتلك جربت انواع كتير جدا جدا، وفي الاخر يعني جبت دي، وممكن اجرب كمان انواع تانية. يعني مش شرط ان انا هستمر على دي لحد ما الاقي افضل بامبرز بافضل كمان سعر، عشان يعني انا بغير كتير في اليوم، مثلا 5 مرات في اليوم او 6، فيعني برضو بتبقى تكلفة وكده. فانتي برضو جربي انواع كتير قوي، وشوفي في الاخر ايه اللي هينفعك وايه اللي هينفع البيبي بتاعك، وكمان ايه اللي هيريحه. يعني لازم برضو تبقى قطن كده من جوه عشان يرتاح وهو فيها، وهو نايم وهو نايم وكده. الحاجات الرديئة زي هالو بيبي عملت عنها ريفيو بجد سيئة جدا جدا، ما تجيبوهاش. تحسوا ان الحتة القطن دي ناشفة بطريقة يعني بجد. البامبرز الوحيد اللي عمل تسلخات لابني، فمش حلوة خالص. انما دي طرية كده من جوه، وبرده سعرها حلو مش وحش. يعتبر هي يعني الواحدة ب2 جنيه، فسعر ممتاز الصراحة. هي 60 قطعة، وكان جايب معاها 2 كده اللي هما المكان ده، 2 كده هدية يعني. فالصراحة حلوة قوي. طبعا اعملي لايك للفيديو لو عجبك، وما تنسي وكمان اشتركي في القناة.